من قناة الجديد مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر، والدوحة لن ترد بالمثل. سليمان في مؤتمر باريس: نحاول مواجهة المتطرفين والإرهابيين. في الخاص: المساعدات الدولية بين الأموال الضائعة وطائرات الماك. ليش الآن الواحد بيتذكر إنه الجيش اللبناني بحاجة لسلاح؟ إسرائيل تضبط سفينة أسلحة إلى غزة، وإيران تنفي ملكيتها. بعد السحل مزارع ريما خارج حسابات المعارضة. من حلب: أبجد هوز، حطي كلام جديدة. وفي النشرة: مذيعة روسية انتقدت موسكو على الهواء. Just because I work here for RT doesn't mean I don't have editorial independence. What Russia did is wrong. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.